إعادة تأهيل المدارس في حي المرجع. السلام عليكم أستاذ. أستاذ أنتوا هنا بتفعلوا المدارس بالحي، يعني إيش شفتوا النواقص متطلبات؟ شفنا إيش عم تعانوا؟ أهم شيء تمديد كهرباء ما في، صحية ما في، عمار بلوك من أول جديد ما في، وما شاء الله أهل الحي ما قصروا عم يساعدونا الحمد لله رب العالمين. يعني أستاذ يعني متى سوف يكون بداية العام الدراسي السنة؟ نحن عم نحاول إن شاء الله يكون بعد 10 أيام أو 15 يوم مشان نواكب المدارس كلها بتوقيت واحد. ومشكلة المنهاج أستاذ حليتوها؟ مشكلة المنهاج والله حاليا في هيئة الشام الإسلامية المطبوعات عم تصدر منهاج موحد لكل المناطق المحررة، إن شاء الله راح يكون هو المنهاج المتبع. والله.